بالنسبة لي هنا، بالنسبة ل احنا خلصنا، احنا 11 سويل فرت 7 او خلصنا 10، خلصنا 10 نمبر 11 سويل فرتلتي depends on the composers. fertility يمس. ايوه هي فرتلتي ميس انا عندي اجابه ممكن اسكريبت اقولها. فيرتيليتي، فيرتيليتي ديبندس اون ذا كومبوزرز، صح ولا ولا ليه خصوبة التربة تعتمد على الكائنات المحللة؟ عشان الكائنات المحللة بتعمل ايه؟ ها قولي اسم. because because the composers because the decomposers take the take the energy from dead organisms make it transport it to the soil. حلو، في بقى إجابة مختصرة في المذكرة دي، المختصرة هي because the composer recycles nutrients back into the soil، عشان بتعمل على إعادة المواد الغذائية للتربة مرة أخرى. دي الإجابة المختصرة. الإجابة اللي أنت قلتها دي، ده اللي أنت فاهم. ها نعم يا علي. عندي إجابة كده ممكن أقولها وحضرتك تقولي لي هي صح ولا غلط. اتفضلي. Because the decomposers after they eat they make a waste and the waste has nutrients that make the ذات ميك، انا وصلت لغايه ذات ميك. ها بعد كده الصوت راح فين؟ لا إجابة كويسة. معلش انت، بص انا وصلت لغايه أيوة يا ميس. الويست نيوترينت، بعد كده ايه اخر حته في الاجابه؟ مش That makes soil فرتلتي. fertile. فرتلتي Fertility. ايوه مظبوط الاجابه دي صح، برافو. قول الاجابه تحتك بقى انت يا ياسر، قولها تاني. Because the decomposers أيوة يا مس. قول الإجابة بتاعتك اللي أنت قلتها دي. Because the decomposers take the راح ما فين؟ أنا بقولها. هو Because the أنا مس decomposers. إجابتي صح ولا لأ؟ أيوة أنت إجابتك صح يا ملك، بس أنا عايز أسمع. ميس؟ أيوة صح، إجابة صحيحة. قول أنت بقى تمام. يأثر بشويش وعلى مهلك. اتفضل. Because the decomposers take the energy from dead organisms and transport it to the soil. كويس خالص. طب نمبر 12 plants are producer، ليه؟ Dorminius. نورسين نورسين Yes. نورسين Oh, أنا. ايوه انت. Patience. Plants are producer. because Because plant a كان plant can make its own food. باي itself through photosynthesis process، By علشان itself ايوه through. process. ايوه تمام. Through بالنسبه photosynthesis. عايز تسال على حاجه يا نورسين، عايز تسال على حاجه؟ لا يعني طيب لا تمام. نمبر 13 هو بس صوته واطي بس شوية انا فمش عندي صح. أميس. هو أنا كاتبة because they can make their own food. ماشي كويس. طب نمبر 13 دي كومبوزرز تمام. هاف ا كريت امبورتنت، ليه الكائنات المحللة لها دور كبير ومهم؟ عشان ايه بقى بتعمل ايه؟ هتقولوا because it recycles او recycles the nutrient back into the ecosystem، عشان بتعمل على إعادة المواد الغذائية مرة أخرى للتربة أو للبيئة. خلاص كده. طيب نمبر 14 human needs to eat. أول السؤال تاني، human needs to eat some animals and plants، ليه؟ ليه الإنسان بيحتاج إنه يأكل؟ ميس أيوه نعم ميس أيوه كده. انتوا سامعين يا ولاد؟ تو جيت to get energy and to do اه انا other. سامعين بس ماشي طيب معلش، هو النت احيانا بيقطع بيقطع كده احيانا، يعني ان شاء الله الدنيا هتتصلح باذن الله. نمبر
بروتين هقولها لكم تاني. ليه الانسان بياكل؟ هيومن نيدز تو ايت. ليه؟ ليه؟ تو جيت انرجي بس كده. طب وبيحصل على الطاقه يعمل بيها ايه؟ تو دو اكتيفيتيز، يبقى تو جيت انرجي اند تو دو اكتيفيتيز. نمبر 15، كونسيومرز ديبند اون بروديوسرز تو جيت ذير انرجي. ليه الكائنات المستهلكه بتعتمد على الكائنات المنتجه لغذائها؟ معلش استنوا يا جماعه، النت لسه واصل دلوقتي حالا والله. معلش احنا عاملين شكاوي كتير خالص بخصوص الانترنت اللي بيقطع ده. بصوا هنا نمبر 15، consumers depend on producers to get their energy. ليه الكائنات المستهلكة بتعتمد في غذائها على كائنات أخرى؟ لأنها لا تستطيع عمل غذائها بنفسها. هنقول Because because the consumers can make their own food. لا مش can make, cannot make, cannot Let's make. make. أيوة Can. الوضع هذا كل واحد هيقرأ له سؤال ويقرأ الإجابة بتاعته. يلا يا أسر. A plant is placed in a dark room for many days. The plant will be its color will be pale green and it can't make a photosynthesis process. ماشي يلا يا بنت مرسين. بلانت Plant سبير leaves don't contain chlorophyll. The plants cannot absorb the energy from the sunlight. ايوه انت عارفه معنى السؤال ولا لا؟ ماشي كويس. يلا يا ابني يلا يا ملك. We remove the flowers of the plant. The plant can't produce seeds that help it to reproduce. ممتازة. يلا يا اسر. We put a seed of pain in wet soil for many days. It will germinate, but after many days, it will need for soil. ممتاز. نمبر 5، plants leaves color. Plant cannot absorb water from soil for many days. Plant leaves will be will بيل be جرين اور يلو. كلمة بيل جرين يعني هيبقى اخضر شاحب، اخضر شكله وحش كده، او يلو هتبقى لونها اصفر. ايه السبب؟ عشان هي ما لقيتش شمس. أخضر باهت يا مس، خلينا أخضر باهت. باهت يعني. ما هو باهت، هو شاحب يا اخواني. اللغة العربية فيها معاني كتير. نمبر 6، roots of plants don't have root hair. ايه اللي يحصل لو الجذور ما عندهاش root The hair؟ plants can't absorb more water and nutrients from the sun. تمام. يلا يا اس. there is no There is no decomposition process done on the earth. The soil. ينفع اقولها بالعربي؟ تمام. اتفضل. السويل مش هتبقى كويسه لان الديكومبو ان هي بتبقى معتمده على الديكومبوزرز، عشان الديكومبوزرز بتخليها فيرتيليتي. ماشي هنقول ايه؟ بص بقى هنا بيقول ايه اللي يحصل لو انا ما عنديش كائنات محللة. هيحصل ان الكائنات الميتة دي مش هتتحلل، وبالتالي التربة مش هيوصل لها غذاء، هتبقى ايه؟ dead bodies will not be decomposed. يعني الكائنات الميتة مش هتتحلل. وايه كمان هيحصل تاني؟ nutrient will not return back the soil. يعني المواد الغذائية مش هتوصل للتربة. نمبر 8، all primary consumers. الناس سامعاني؟ انت سامعاني يا ولاد ولا لا؟ يا الحمد مس، بس لله. الصوت الحمد لله. لا انا هخلي صوتي اهو، هعلي. نمبر 8، all primary consumers disappear from a certain food chain. برضه السؤال ده مهم. ايه اللي يحصل لو البرايمري كونسيومر مش موجودين او اختفوا؟ ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ السكندري كونسيومر هيتاثر طبعا. هيبقى the secondary consumers will move away to another ecosystem to عشان هو يا مس معتمد على البرايمري كونسيومرز انه ياكلها. to another ecosystem to search for food or they will die. يعني مثلا لو واحد فيكم قال will die، اوكي نحسبها له صح. لو واحد بقى شطور كده ومذاكر كويس وقال the secondary consumer will move away، كلمة move away يعني يبعد ويهرب ينتقل، will move away to another ecosystem and search for food or they will die. أكيد الإجابة إيه؟ ممتازة خالص، يبقى ده فاهم ده. نمبر 9، vulture is placed in an ecosystem.
that doesn't contain any living organisms except plants. اللي يحصل لو مكان في المكان ده في البيئة لا يحتوي على أي كائنات حية ما عدا النباتات فقط، ما عندهمش غير النبات بس، إيه اللي هيحصل؟ The vulture moves away to search for food in another ecosystem. أنتوا عارفين ال vulture ده يعني إيه؟ لا يمس، مش عارفينه؟ لا لا. يمس. نسر، النسر يعني ايجل بمعنى صح. الفالشر ده يعني او الايجل، ايه اللي يحصل للفالكشر او للفالشر؟ is placed ما in يجلمس that doesn't contain any living organisms except plant. ايه اللي يحصل للصقر لو هو لو حطيناه في فود تشين ما فيهاش غير هو بس والنباتات؟ يعني بمعنى صح قاعد في بيئة، البيئة دي ما فيهاش غير نباتات بس، ما عندوش مايس ولا سنيك ولا مش هيقدر ياكلها عشان هو مش بياكل plants، ايوه. بياكل animals بس. شوف الإجابة هتكون إيه؟ هتكون بقى كالتالي: The vulture moves away to search for food in another ecosystem. يعني ال vulture أو ال eagle هينتقل إلى بيئة أخرى بحثا عن الطعام. اتفهمت؟ خلاص دي اتفهمت؟ Is it clear؟ تماما تمام. Number 10: If an organism in an ecosystem disappears، اللي يحصل لو أنا عندي كائن اختفى، هيحصل ايه؟ الفود ويب هيحصل لها ايه؟ افكتد. ده فود والبي ده مش ايوه، اللي هيقول لي ويل بي افكتد صح، اللي هيقول ويل بي هارمد صح، اللي هيقول ويل بي دامج صح. طيب كروس اوت ذا اولد ووردز، عندك فوكسز ولاينز وتايجر ورابت، ايه بقى الكلمة الغريبة هنا؟ هذا قد ايه هتبقى رابت. رابط ليه رابط؟ لأن الرابط دي تعتبر بري، هي الوحيدة اللي بري، لكن الباقي كلهم بريديتور بالنسبة كلهم للإيجل. الإيكل والهاوك والرابط والكروكودايلز، هتختار مين؟ الرابط تمام. عندك بكتيريا ورابط وماوس كلهم وبرد. تبتدي كونسيومرز ما ده هي بكتيريا. برايمرز نمبر 3. بكتيريا أيوه ليه طيب؟ عشان كلهم كونسيومرز ما عدا هي ديكومبوزر. برافو عليك. Use the following words to form food chain. الكلمات دي هنعمل منها food chain. عندك برد وانسكت، وكل واحد ياخد واحدة. عندنا كريم، يلا يا كريم خلي بالك. عندك برد وانسكت وجراس وسنيك، هنبتدي أول أي food chain لازم تبتدي بمين؟ Grass, أيوه. بعد كده snakes, insects. insect, bird, snake, ماشي يلا يا أسر. grasses, بعد كده rabbit, snake, hawk. اوكي يلا يا نورسين. الجوي كليم 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 كيمس كليم. كليم سي ستور براكت شور ايوه. آخر سؤال: study the following food chain then complete. عندك ألجاي وكليم سيستار شارك. الألجاي ده يعتبر ايه يا ملك؟ بروديوسر. أيوه الجوي ده زي البلانتس، هو بلانت اساسا صح يعتبر بروديوسر ماشي. الكليم ده نعتبره ايه؟ برايمري كونسيومر. بس كده تم بحمد الله وخلاص. الحمد لله، أشكركم على صبركم وعلى مذاكرتكم وعلى حضوركم معايا، وإن شاء الله موفقين. شكرا تمام. يا مستر على تعبك معانا. لا شكرا يا مستر. أنا متشكرة خالص لحضوركم ومذاكرتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي شكرا. باي. باي باي ميس. باي باي حبيبي، توفيق إن شاء الله. باي يا ميس. باي باي.